عايزين نروح لفترة اتحاد الشرطة، وتعتبر دي بقى يعني بعد الأهلي وبعد المقاولين وبعد مدينة نصر، نادي تمام مدينة نصر، تمام بدأت تروح بقى لدوري الأضواء والشهرة، وأول فرص حقيقية تاخدها مع اتحاد الشرطة. تمام دي كانت فرصة الحقيقية ليك في بداية ظهورك في الدوري الممتاز، تمام مع الهدف اللي أنت جبته في آخر ثانية وبقاء الشرطة في الدوري. خلي بال حضرتك، لا هو انا الجول اللي جبته في اتحاد الشرطه كان في دجله، كان لازم الاتحاد الشرطه يكسب الماتش ده عشان يطلع من الحته اللي هو كانت الصعبه اللي 12 فيها. بقى تاسع ولا ثامن، وجبت الجول الاخير اللي قعدهم في الدوري. وانا كنت بلعب بتلعب ايه بتروج كنت بلعب بتر... كنت بلعب بتروجيت، وكابتن محمد الشناوي اللي كان واقف كمان وساعتها جبت الجول ده اللي قعدنا في الدوري. كنت بتلعب ايه اول ما اتوظفت في وينج ليفت، على طول وينج ليفت؟ وينج ليفت يعني في الحته اللي قدام. وينج ليفت، وكابتن خالد القماش كان ساعات بيلعبني باك ليفت لما كان بيلعب بثلاثه، كان باك يعني اللي هو وينج ليفت ده بينج وينج وينج باك، وعلى طول بلعب طرف شمال، ما كنتش بلعب خالص غير طرف شمال. قعدت قد ايه في اتحاد الشرطه؟ قعدت النبي من 2000، لا انا مشيت من اتحاد الشرطه رحت النادي المصري 2016. قعدت فتره يعني في الشرطه. قعدت فتره طويله، قعدت حوالي 4 سنين او 5 سنين مثلا، ورحت رايح المصري 2016. قعدت كام سنه في المصري؟ ما قعدتش كتير في المصري الفتره الاولى. 4 سنين، اول سنتين يعني اول سنه اول 6 شهور طلعت اعاره الاسيوطي، بعد كده رجعت اخر 6 شهور لعبت في الاسيوطي، رجعت الاول السنه اللي بعديها كنت انا ساعتها محطوط قائمه انتظار، ففضلت قاعد اللي هي الفتره بتاعت قائمه الانتظار دي، وبعد كده رحت راجع المصري مره تانية. رحت راجع المصري بقى تاني خلاص. عايز اروح للفتره وانت بتلعب في الاسيوطي لما احرزت هدف في النادي الاهلي، وكان هدف خروج الاهلي من الكاس وقتها، وانت كنت صاحب الهدف. طيب شعورك ايه وقتها؟ شعوري هقول لحضرتك، واحنا عارفين ان عمر كمال يعني اهلاوي من النشأه، هقول لحضرتك صغير. انا كان ساعتها كنت قاعد في المعسكر في اليوم ده مع كابتن احمد سعيد اوكا، كان ساعتها لسه هو بيلعب، وانا نايم معاه في الاوضه، واحنا ماشيين، وانا مش هبدا، انا عارف ان انا مش هبدا. قلت له انا هجيب جول النهارده واكسب الفرقه. احساسك انك هتجيب جول في الاهلي؟ والله العظيم كانت بص لي كده قال لي انت مجنون قال لي انت مش هتلعب. قلت له انا بقول لحضرتك هجيب جول النهارده واكسب الفرقه. قال لي ماشي لما نشوف. رحت الماتش وما كنتش في الحسبان خالص ان انا هلعب. انا ساعتها الماتش اللي لعبت فيرود لعبت رقم 9، فكابتن علي ماهي لقيته نده لي بين الشوطين. هو ده الهدف صح؟ بالظبط. قال لي نده لي بين الشوطين، كان ساعتها كان عندنا فيرود اسمه شيلونجو اتصاب. فقال لي انا هتبدا الشوط الثاني بس هتلعب 9. فقلت له 9. انت حكايتك ايه؟ باك رايت ولا باك ليفت ولا وينج ليفت ولا والله ولا نص ملعب ولا راس حربة؟ والله الماتش ده لعبت 9 صريح. قال لي مش عايزك تنزل نص الملعب، هتقف على خط الاوفسايد. راس حربة راس حربة. 9 صريح مش عايزك تتطرف. قال لي هتقف في نص الملعب كده، ساعتها كان دونجا ومهند لاشين ومحمد رزق الثلاث ديفندرات. قال لهم هتمسكوا الكورة تلعبوا على عمر، ما تلعبوش في رجله. على طول تحط له في مساحة. قال لي وبيلعب عليك أيمن أشرف ومحمد نجيب، ما تقفش يعني في صدرهم، اقف ما بينهم الاثنين. والجول حتى هتلاقيه انا واقف ما بينهم، هما الاثنين بعيد عني شويه. ورحت في سرعاتك بالظبط، رحت انفراد فجبت الجول. طبعا يعني ده كان هذا الهدف. احساسك ايه بقى وقتها حاجة؟ انت بتجيب هدف؟ يعني انا جبت الجول طبعا فرحان، بس بعد الجول ده يعني انا جبت جول في النادي الاهلي، كان ساعتها وقت صناعه عمر كمال. من وجهه نظري يعني لقيت مصر كلها عارفه عمر كمال دلوقتي. بعد ما جبت في النادي الاهلي، مين هو عمر كمال اللي خرج الاهلي من الملكاس؟ الكاس. بس من ساعتها بقى بدات الدنيا الحمد لله تبقى، يعني انا الجول ده بالنسبه لي دي يعني بدايه معرفه وجه غير عليا بالرغم انه في النادي الاهلي طبعا.